بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على البركة. أيها الإخوة، انطلقنا منذ لحظات انطلق الجميع هناك مستعدا مهتما لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. شوطنا التاسع في مجموع هذه الأشواط، الشوط الأول الرئيسي للإبكار المحليات الأصائل بشعارات أبناء القبائل. نتمنى دائما التوفيق والناموس يا الإخوة المشاركين. مراسيل التي تستفتح إذاعتنا محمد بن أحمد بن حلوى المركز، هناك اللي في المركز الثاني صايلة وخليفة بن علي بن حمد العطية شعار الشوط الأول، هناك في شعارات في أشواط أصحاب السمو الشيوخ. النقل على المركز الثالث، اللي في المركز الثالث شهنية مطر بن سلطان بن سلومة، وفي المركز الرابع وصلت حفل عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وخامس المراكز هناك أيضا من الجانب الآخر وصلت هناك غزر وحمد بن غدير بن حميد بن خميس الجديلي، وسادس المراكز اللي في المركز السادس شعار بالضبيعة اللي هو روعة خليفة بن سالم بالضبيعة. من الجانب الآخر أشوف جد مني شوي أيضا هناك الانتقال، نعم، بينما اللي في المركز السابع وصلت في هذه اللحظات سلهودي عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري، وفي المركز الثامن الزود محمد بن سعيد بن حلوة ثامن المراكز. المركز التاسع اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات نهب ومحمد بن عبد الله بن سعيد الشمطي، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر ما شاء الله زاهية ومحمد بن راشد بالطبيعة. هكذا كانت طواري عاشر المراكز محمد بن عبيد بن محمد الخاصوني. هكذا كانت نتيجتنا. هكذا كان الوصف التفصيلي. الشوط الأول اللي يباه يتقدم اللي يباه الشوط الأول هناك الأسامي الحاضرة والكبيرة. شوطنا الأول هناك لشعارات أبناء القبائل، إلى أين سوف يذهب؟ إلى أين سوف يقادر؟ هذا والعلم عند الله. يا الأسامي التي حضرت من شتى ميادين الدولة، الأسامي التي حضرت، ولكن مراسيل التي أرسلت إرسال حكيم مميز محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، بينما اللي في المركز الثاني وصلت هناك الشاهينية مطر بن سلطان بن سلومة الاجتبي، وفي المركز الثالث أيضا الاجتيني يقدم هناك غزر وحمد بن قطير بن حميد بن خميس الاجتيني حاضر. أشوف هناك اللي هي حفل عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان اللي وصلت رابع المراكز، وفي المركز الخامس الضبي يوسف بن ناصر بن خادم النصيري. انتقل وياكم إلى سادس المراكز، أيضا وصلت سلهودي عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الأسامي التي اقتربت هنا مع طواري محمد بن عبيد الخاصوري، هكذا كانت نتيجة جتنا. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، هذه المعلومات الجميلة، هذه المعلومات المميزة، ولكن بن كعيب ما يرضيه إلا المركز الأول، الجديل يحاول، أيضا هناك اقتراب النصيري، وأيضا هنا مراسيل، موقع جميل، هناك منظر مميز ما شاء الله، أسامي حاضرة من شتى ميادين الدولة، أيضا تتابع انطلاقاتنا. تتابع تحركاتنا، والجديد دائما مع هذه الأسامي، النصيري أيضا يقدم الضبي، ولكنها حفلة تبغي تحتفل مع أهالي العويل. يالله يا النصيري اللي غير. هناك على المركز الأول بشعار الضبي يوسف بن ناصر بن خادم النصيري. انتقل وياكم إلى المركز الثاني، غزر وحمد بن غدير بن حميد بن خميس الجديلي حاضرا متابعا لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. اللحظات الأخيرة الزود ومحمد بن سعيد بن حلوة، اللي عنده الزود يا مرحبابه. اللحظات الأخيرة اشتدت المعركة ما بين هذه الأسامي. الله يا الضبي،
هناك الزود ايضا حفلة وايضا غزر موقع جميل. ولكن اللي بالشوط الاول اللي بالشوط الانتحاري اللي بالشوط الناموسي عند وين يا بن حلوة؟ عند من يا بن حلوة؟ الزود محمد بن سعيد بن حلوة ايضا هناك من الجانب الاخر. النقل على المركز الثاني غزر وحمد بن اغدية بن اغدير بن حميد بن حبر خميس. الجديلي اللحظات الاخيرة الجديلي الذي ينتقل من موقع الى موقع. هناك على ظهري غزر شعاره حمد بن اغدير بن حميد بن خميس الجديلي. اللحظات الاخيرة لا يفوتكم الشوط الاول ان الملذة دائما جميلة في هذا الشوط الميتين المتر الاخيرة يوم ركض الحين. هناك الجديلي بان وزان جوه وابتدت تفرق سلالة عن سلالة القمة الناموس الاصالة التهاني دائما حمد بن اغدير الجديلي. المركز الثاني هناك للسيد يوسف بن ناصر النصيري وفي المركز الثالث عبد الله بن حميد بن حميدان المركز الرابع محمد بن سعيد بن حلو المركز الخامس مع ايها الاخوة مطر بن سلطان بن سلومة. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة للمراكز. التوقيت 6 دقائق 8 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والموفق في هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة.